فالله هو الاسم الجليل العظيم أكبر الأسماء وأعرف المعارف، رب السماوات والأرض وما بينهما، فاعبده واصطبر لعبادته. هل تعلم له سمية؟ به تفتتح الأمور وتفرج الكروب، فدعاء الكرب الله ربي لا أشرك به شيئا فيه معنى لطيف يأسر الروح ويستلب اللب، فهو من أله الذي تألهه القلوب حبا ومودة وتعظيما، لا تسكن النفس إلا إليه ولا يتوكل القلب إلا عليه. الله جل جلاله يجري على لسان المضطر والمكروب، فإذا حل بك الهم وخيم الغم واشتد الكرب وعظم الخط وضاقت السبل وبارت الحيل، فنادي يا الله يا الله، وأي سعادة يجدها المضطر حين يلجأ إلى ربه في ساعة العسرة، فيدعوه ويتضرع إليه وينطرح بين يديه ويلهج لسانه بما دعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم. أدعوك ربي كما أمرت تضرعا، فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم، ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك ثم إني مسلم. الله تبارك وتعالى رحمن رحيم، وسعت رحمته كل شيء وعمت كل حي. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فكل ما نحن فيه فهي من آثار رحمة الله تبارك وتعالى بنا، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، وهو الولي الحميد. رحمته تبارك وتعالى تسبق غضبه، وعفوه يغلب عذابه. ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما قضى الله الخلق كتب كتابا، فهو موضوع عنده فوق العرش مكتوب في هذا الكتاب: إن رحمتي سبقت غضبي. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى معلقا على هذا الحديث، قال: وكان هذا الكتاب إن رحمتي سبقت غضبي كالعهد من الله سبحانه وتعالى للخلق، ولولاه، يعني لولا هذا الكتاب الذي كتبه الله عز وجل على نفسه، لكان للخلق شأن آخر. لكن من لطف الله ورحمته بنا أن كتب على نفسه هذا العهد العظيم أن رحمته تسبق غضبه، رحمة الله عز وجل سابقة، فهي سابقة لغضبه، وهذا من رحمته. فالله ذو رحمة واسعة أرحم بعباده من الوالدة بولدها،